الصداقة أحلى هدية، فيها أحلاما ذهبية، وفي رسالتي يقرؤون بصداقة قوية نتخطى الصعاب سوية، فهل تراهم سوف يقبلون؟ جاء فصل الصيف، جاء بالغناء، جاء بالأفراح، ناشرا بدفئه الجمال والصفاء، مبهجا وضاح. تخيل أن الكون لا طعم له أو لون، أو أن التلفزيون من غير سبيس تون. هذا محال صديقي، تعال لنشاهد أفلاما وبرامج للأطفال. الملابس لا تغني الإنسان، لا يغنيه الذهب الرنان، الغنى الحقيقي هو في العلم، في حب الخير وفي الإيمان. حان الوقت لكي أكتشف العالم من حولي بجلال، وأرى حقيقة الأشياء. حان الوقت الآن.
عندما تحس بأنك ضئيل جدا وصغير، وأن الجميع بعيونهم يجعلونك أسير، إن كنت تخجل باستمرار من ظهورك في النهار، أقول لك هذا لا يهم، لا عيب في ضآلة الحجم. أنت الأمان، أنت الحنان، من تحت قدميك لنا الجنان. عندما تضحكي تضحك الحياة، تسهر الأمال في طريقنا، نحس بالأمان. لماذا يعيش السمك في الماء؟ ولماذا الاثنين قبل الثلاثاء؟ لماذا نحن هنا؟ سؤال صعب، سؤال صعب، سؤال يراودني.